مساء الخير، معاكم باشمهندسة بسنت عماد من شركة Creative Group في كورس الـ 3D Max. أول محاضرة، إيه هو برنامج الـ 3D Max ومين هو مستخدم البرنامج؟ هو برنامج إظهار مستخدمينه فئات كتير من الـ إيه من المستخدمين للبرنامج. طيب، هو في الأول مش برنامج معماري أو هندسة. طيب، أمال هو برنامج إيه في الأساس؟ هو برنامج جرافيك وأنيميشن، وبيستخدموه كمان مهندسين الديكور والعمارة. طيب، إيه هو اللي بيميز برنامج الـ 3D Max عن غيره كتير من برامج الـ 3D؟ يعني مثلا في برامج كتيرة بتشتغل 3D، بس ليه بيختاروا برنامج الـ 3D Max؟ طيب، عشان مثلا في الـ V-Ray، لا، ما في دلوقتي برامج كتيرة شغالة بالفي راي، وده بلاجن بقى بيضاف لأي برنامج 3D. أمال ايه اللي بيميزه؟ ان هو برنامج فيه سهل التشكيل وفيه سهولة، لأنه مرن أكتر من ايه وهو أكتر مرونة من عن أي برامج تانية كتير. طيب، تعالوا نتعرف كده عن البرنامج. أول ما بنفتحه، أول حاجة هنلاقي الأيكون دي موجودة على الديسكتوب. بعد كده اول ما بفتحه بيطلع لي بالشكل ده. اول حاجة هنا بيتفتح عندي، هلاقي ده الويلكم سكرين بتاعتي، بعدين باجي وبقفلها. طيب، انا هتعرف دلوقتي على الانترفيس الخاص بالبرنامج الـ 3D Max. هلاقي زي اي برنامج مجموعة من المينيوز والتولز اللي موجودة في البرنامج اللي هقدر بعد كده استخدمها. اول حاجة هلاقي هنا دي الايكون اللي بنفتح منها الفايل جديد، يا اما بنعمل منها سيف او بنعمل منها نيو، امبورت، اكسبورت، بعد كده نتكلم عنهم بالتفصيل. بعد كده هلاقي اول شريط عندي هنا، ده اللي بنسميه الكويك اكسس، ده اللي بيبقى فيه النيو سين والاندو والريدو والورك سبيس اللي بشتغل عليها. بعد كده هلاقي المينيو بار والتول بار اللي فيها مجموعه من الادوات، وهلاقي على ايدي اليمين اهم مينيو عندي اسمها الكوماند بانل. الكومن بانل دي من اهم المينيوز اللي موجوده عندي، وهي دي اساس الشغل اللي هيكون عندي. بعد كده هلاقي جزء تحت على ايدي اليمين اسمه الفيو بورت ديسبلاي، وده خاص بالفيو بورت اللي هنشتغل عليها. بعد كده هلاقي على ايدي الشمال هنا مينيو مهمه جدا، وهي دي مينيو الفي راي. دي مش هلاقيها موجوده عند اي حد الا لو كان مسطب او عامل سيت اب لايه للفي راي. تحت هلاقي عندي زي مسطره، ده اسمه التايم لاين، وده خاص بالايه بالانيميشن. طيب، بعد كده هلاقي جوه الانترفيس هنا عندي مجموعه من السكرينز، وهلاقيه بالمنظر ده. دي هيبقوا متقسمين لاربعه ويندو. طيب، ايه الاربعه؟ كل واحده من دول بنسميها فيو بورت. طيب، ايه كل فيو بورت دي بتعمل ايه؟ هلاقي كل فيو بورت ليها مسمى مختلف، هلاقي مكتوب جنبها فرونت واير فريم، برسبكتيف، رياليستيك، توب واير فريم، وهكذا. طيب، ايه هي المسميات دي؟ هنا انا بقدر اشوف الموديل بتاعي باكتر من زاوية. طيب، هل هم اربعة بس ولا اكتر؟ لا، هم اكتر من اربعة، هم تمانية، وده اللي انا بيخليني اقدر اشوف الموديل بتاعي او الاوبجكت اللي انا هبدأ اعمله اصنعه او اعمله كرييت. طيب، يعني في الحقيقة فعلا انا لو جيت عملت موديل هنا بالشكل ده، فانا هنا بقدر اشوفه كبرسبكتيف 3D، هنا بقدر اشوفه كفرونت من زاويه مختلفه، من توب، من فوق، من ليفت. طب مش انا في كل اتجاه من دول ليه العكس بتاعه؟ يعني مثلا فرونت هلاقي العكس بتاعه باك، توب هلاقي عكسه بوتوم، ليفت هلاقي العكس بتاعه رايت. اما برسبكتيف فده نوع من انواع الفيوز بتاعتي، وهلاقي منه كمان ان انا اقدر اشوفه كأورثوغرافيك. هنتعرف عليهم بالتفصيل. طيب، فانا اقدر من هنا اشوف الموديل بتاعي من كل الاتجاهات الخاصة بيا، او هي بتعبر عن هي النظر اللي بقدر اشوف فيه الموديل بتاعي. طيب، اول حاجة كمان هشوفها ان الانترفيس بتاعي او السكرين بتاعتي لونها
اسود او جري غامق، فممكن يكون مش مريح لبعض الناس ان هما بيكونوا شغالين بيه. فهلاقي ان الماكس عمل لون مختلف تاني ان انا اقدر اغيره، فهستخدم من منيو كاستمايز، هروح لكاستم يو اي اند ديفولت سويتشر، هفتح اقول له انا بدل ما انا عايزاه الايم دارك زي ما انا هنا شايفاه او اللي هو الديفولت بتاعي، لا انا عايزاه ايم لايت. طب ليه هشتغل هنا؟ انا برتاح باللون ده لانه لون جري ده محايد لون محايد مريح للعين. هبدأ اقول له اوكي وابدأ استنى عليه وابدأ اشتغل. طيب طبعا ده على حسب كل واحد بيرتاح في اني لون ويحب هو يشتغل بيه. طيب انا دلوقتي عايزة اشوف لو انا فعلا عندي الاربعة فيبورت دول اقدر اغيرهم من فين. اول حاجة انا هاجي هنا عند الكلمة بالهايلايت بتاعي perspective، هقدر اغيره بدل perspective اروح اغيره لtop view. هو ينفع ان انا اخلي كل الفيوز بتاعتي top view او احط اكتر من فيو متكرر كذا مرة؟ انا اقدر اعمل كده، دي بترجع للشغل بتاعي. انا هنا هحولتهم كلهم لفيو واحد، انا حابة اشتغل كله فيو واحد، حابة اشتغل اكتر من فيو، انا يمكن اكون محتاجة رايت. هلاقي جنب كل فيو هنا هلاقي جنبها حرف هنا، ايه هو الحروف دي؟ دي الشورت كاتس بتاعت الفيوز بتاعتي او الفيو بورتس بتاعتي. طب دي بستفيد منها ايه؟ ان انا ممكن اشتغل بدل ما انا اخش على المينيو دي واختار منها، لا انا ممكن اختار شورت كات بتاعي من الكيبورد بتاعي، فممكن اضغط هنا حرف البي او ال ليفت اف فرونت بي بوتوم. طب ليه مش باك؟ هلاقي ان باك ورايت مثلا ما لهمش شورت كاتس. طيب ليه انا هنا ما اقدرش احط البي مره تانية؟ لان البي اخدها البوتوم. طب انا عايزه اعمل شورت كاتس للباك والرايت، اقدر اعمل شورت كاتس تانية؟ او ممكن كمان اقدر اغير اي شورت كات تانية او امسحه او ابدله، وهنشوف ازاي اقدر اعمل الشورت كات بتاعي. طيب المحاضرة الاولى هنعرف ايه هو الانترودكشن، هنتكلم انترودكشن زي ما اتكلمنا في الاول عن الماكس وازاي اقدر افهمه. تاني حاجة احنا دلوقتي بنتكلم على الانترفيس بتاعي وان انا اخدت جولة في الانترفيس بتاعي، وبعد كده هنتكلم عن الفيوبورتس وهنتكلم عن الكومن بانل والنافيجيشن واليونت سيت اب كمان. طيب دلوقتي انا عايزة ابدأ اتحكم في الفيوبورتس بتاعتي دي واغير ترتيبهم، بدل ما يبقوا اربعة لأ انا عايزة اشوفهم ثلاثة او عايزة اشوفهم اتنين او غيره. طيب ببدأ اظبط الكلام ده من فين؟ هلاقي جنب كل فيوبورت هلاقي فيه علامة بلس هنا، ببدأ افتحها، هبدأ اخش جوه configure viewports. اول ما هفتحها هخش في المكان الخاص الفيوبورت، هلاقي هنا الويندو دي خاصه بمين؟ بالفيوبورت configuration. هخش على layout، هنا هلاقي الستايل اللي انا شغاله فيه، ده الواضح اللي انا شغاله فيه اللي هما اربعه ويندو. ممكن انا اكون عايزه اشوفهم بالشكل الترتيب ده او اشوفهم كده او اشوفهم واحده او اتنين، والستايل اللي انا حابه اشتغل بيه. بعد ما بختاره بعمل apply واقول له اوكي فاقدر اشتغل بيهم بالشكل ده. طيب لو انا نسيت ان انا بقدر اجيبها من هنا، ففي عندي منيو هنا هلاقيها اسمها الستاندرد فيبورت لاي اوت، هقدر اختار منها. الشريط ده الوحيد اللي هنا بقدر اعمل منه لود للايه؟ للستايلز اللي انا عايزة اشتغل منها وابدا اختار ما بينهم. طيب لو انا نسيت دي كمان، انا ممكن او معرفتش اجيب المينيو دي من فين، باجي في اي مكان من الفلوتينج اريا بتاعتي وببدا اختارها اللي هي الفيوبورت لاي اوت تابس. بعد كده لو انا نسيت بروح عند مينيو المين الفيوز اللي هي الخاصه بالفيوبورتس. دي الطريقه الثالثه، بدور على فيوبورت كونفيجريشن بتفتح لي نفس مين الويندو اللي عندي اللي هي فيها اللي اوت، ومنها برضو اقدر اختار الستايل اللي انا
عايزة أشتغل عليه. طيب ممكن أرجع مرة تانية. طيب لكن لو جيت وقفت هنا من النص وبدأت أحرك، أنا هنا بعمل move للفيو بورت، لكن هنا أنا بغير في مقاسها لكن مش بغيرها، أنا هنا بعمل لها بس move. طيب طيب دلوقتي هبدأ أتعرف كل حاجة بتخص الفيو بورتس بتاعتي. أولا لو أنا عايزة أتكلم عنه فهخش على الفيو بورت ديسبلاي، الجزء الصغير ده، ده الجزء الخاص بالفيو بورت بتاعتي. طيب أنا هبدأ هنا جوه فيو، من أي فيو هبدأ أرسم، هاجي هنا في برسبكتيف وهبدأ أعمل بوكس هنا، ممكن ألاقي بعد ما هبدأ أعمل الموديل هنا، عملت بس عملنا بوكس، هاجي هلاقي في حاجة مختلفة، هاجي هلاقي في البرسبكتيف واضح عندي البوكس بلون وليه شكل، أما في أي فيوبورت تاني هلاقيهم مختلفين. طيب لكن أنا ممكن هنا لو جيت عملت برسبكتيف أشوفه أوتلاين بس. طيب إيه السبب اللي بيخليني أشوف الفرق ما بين الاتنين ده؟ هلاقي ان انا جنب برسبكتيف هنا انا عامله رياليستيك، اما هنا هلاقي واير فريم. طب ايه هو الواير فريم وايه هو الرياليستيك، وهل في ستايلز تانية ان انا اقدر اظهر بيها الموديل بتاعي او لا؟ في اكتر من ستايل تاني. هلاقي ان رياليستيك ده بيوريلي الحاجه شكلها بشكل في شيد وشادوز، اما بالنسبه للواير فريم لا، هو بيبدا يشوف لي اللاينز المكونه بتكون الشكل بتاعي. طب لو انا جيت هنا عملت بوكس تاني عشان نفهم الموضوع ده اكتر، واجي اقربه كده من البوكس ده، ايه اللي هيظهر هنا عندي؟ هلاقي هنا ظهر عندي ايه؟ هلاقي في موجوده هنا الشادو بتاع البوكس الكبير على البوكس الصغير، لكن مجرد ما هحول الجزء ده لواير فريم ايه اللي هيبدا يظهر عندي هنا؟ ممكن اجي اقف من المنيو دي وابدا اختار منها، هروح اختارها واير فريم، لا هنا هيبدا يجيب لي الخطوط المكونه للشكل. طيب لو جبت هنا مثلا زي الكوره دي وعملتها واير فريم، نفتكر ايه ممكن هنا اللي يظهر عندي؟ هلاقي التكوين بتاع الكوره. طيب في ستايلز تانية هنا هلاقي اسمها باوندينج بوكس، ايه الباوندينج بوكس ده؟ قال لي ده بيحول لي اي شيب عندي ل بوكس، الاوتلاين بتاعه يبقى بوكس، لكن هو في الحقيقة كورة. لو انا هجينا عملنا رندر كده لا، هتظهر عندي بشكلها ايه؟ انها كورة. طيب اهو هيبدأ يظهر عندي. طيب لو انا جيت هنا ممكن اشوف حاجة تانية، ايه هو الشيدد؟ ايه الفرق بين الشيدد والرياليستيك؟ هنا انا لما عملت شيدد لغى مين عندي؟ الشادو. طيب هلاقي عندي حاجة تانية consistent color بتعمل ايه؟ هنا هلاقي ان ليها شادو بسيط، لو جينا جبنا حركنا الموديل ده وبيديني الوان قوية نسبية، جبنا بوكس تاني عشان نشوف الفرق. هلاقي هنا الشادو اهو، ولكن عندي خفيف، واضح عندي هنا بشكله الخفيف، والالوان عندي قوية، بس هلاقي ان في عندي مشكلة
تانية ان الالوان القوية دي بتبدأ تخفيلي الضلع اللي هنا، فما ببقاش متخيلة الموديل بتاعي. طيب فبعمل ايه؟ فبيبقى افضل حاجة بشتغل عليها هو الشيدد، وبعد كده لو حبيت اشوف الشيد والشادو ببدأ احوله الرياليستيك بعد ما اخلص الموديل بتاعي، علشان اعرف اشتغل على اي سيرفيس من السيرفيسز الموجودة عندي دي. طيب تمام، تعالوا بقى نبدأ نتعرف عن المنيو الخاصة بالفيو بورت اللي عندي. يبقى هنا معنى كده انا اقدر احول اي حاجة رياليستيك، اقدر احولها من رياليستيك لواير فريم، بيبقى شافت اف 3 يا اما العكس. تمام، فببدأ احولها لرياليستيك لو انا حابة اشوفه رياليستيك او شيدد او الستايل اللي انا هشتغل بيه. طيب تعالوا نتعرف هنا الجزء ده. اول حاجة انا هلاقي الزوم، ادي الايكون بتاعت الزوم، مجرد هنا الفيو بورت اللي انا هقف عليه هلاقي حواليها فريم باللون الاصفر، ده بيقول لي ان ده الفيو بورت الاكتف اللي انا شغالة عليه. طيب معنى كده ان هو هيزوم فين؟ في الفيو بورت بتاع التوب فيو. اما لو جيت هنا وقفت على البرسبكتيف ودوست كلاك هنا، هيبدا يعمل الفريم الاصفر ويبدا يزوم على البرسبكتيف. طيب انا ممكن ما اشتغلش بالجزء اللي تحت ده، ممكن بالايه، بسكرول الماوس ببدا بزوم ان وزوم اوت. طيب بعد كده هلاقي في جنب الزوم هلاقي في زوم اول. طب ايه هو الزوم اول ده؟ قال لي الزوم اول هنا هو اللي بيبدا يعمل لي زوم في الاربعه فيو بورتس اللي موجوده عندي، او الفيو بورتس اللي انا هبقى عامله لها اكتف، او الستايل اللي انا مختاراه. لو كانوا ثلاثه فهيجيب لي على الثلاثه فيو بورتس، لو كنت مختاراه الاربعه فهيبدا يزوم في الار اي في الاربعه فيو بورت. طب تعالوا كده نجرب، لو انا جيت عملت كده ووقفت في اي فيو بورت من الفيوز دي وبدات احرك، هيعمل لي تلقائيا في مين؟ في الاربعه فيو بورت اللي عندي بنفس المقدار بتاعي. طب لو انا كنت عامله في الفيو بورت الزوم كده والزوم كده، هيعمل لي زوم بالنسبه بنفس القيمه ولكن مش بنفس الحجم. بمعنى انا هنا هيبدا يزوم لكن ما رجعهوش لاصله زيه زي الباقي. بعد كده لو جينا عملنا في الفيو بورت شكل تاني كده، عملنا بوكس تاني، نغير اللون عشان نشوفه بالشكل ده، وعملنا مجموعة من الأوبجكت نحط واحد ورا هنا، بعدين رجعت بالشكل ده وقلت زوم اكستن يعني ايه، واخترت الفيو ده واخترت هنا كده، ما مسكتش اي حاجه، ما عملتش سيلكشن على اي حاجه وعملت زوم. عمل لي ايه؟ جاب لي زوم في الفيو بورت اللي انا واقفه فيه لاول اوبجكت موجود عندي لاخر اوبجكت موجود عندي. لكن لو عملت سيلكشن على اوبجكت معين، زي ان انا عملت على السيلندر دي وعملت زوم اكستند، هيجيب لي الزوم بالاخص على السيلندر الاوبجكت اللي انا عملت عليه سيلكشن. طيب تمام، لو جيت مثلا عملت اوبجكت تاني هنا وما مسكتش ولا ما عملتش سيلكشن على اي اوبجكت، وجيت عملت سيلكشن او عملت زوم اكستند، هيعمل ايه؟ هيجيب لي الفيو بورت كل الاوبجكتس اللي موجوده في الفيو بورت. طيب لو انا جيت هنا اخترت اوبجكت معين، لو انا اخترنا البوكس ده وعملنا زوم اول او زوم اكستند اول سيلكتد، هيبدا يختار لي في الاربعه فيو بورت كده مين؟ البوكس اللي انا عملت عليه سيلكشن في الاربعه فيو بورت. تمام كده. طيب هاجي هنا هلاقي في ماكسمايز ومينيمايز للفيو بورت اللي انا شغال عليه. طيب انا عايزه هنا اكبر الفيو بورت اللي هو اسمه برسبكتيف، اللي انا خلينا هنا فرونت، خلي ده برسبكتيف. لو انا عملت هنا اللي انا عامله عليه اكتف بالفريم الاصفر ده، هاجي هنا اعمل ماكسمايز للفيو بورت اللي انا شغاله بيه، هرجع اضغط عليه مينيمايز وهكذا. طيب هل الموضوع ده في شورت كات ليها او غيره؟
مجرد الشورت كاتس، مجرد ما بحط الارو بتاعي على الفيو بورت اللي انا شغال عليه، مش بحتاج ان انا اكتبه. يعني لو انا جيت هنا انا وحط الارو بتاعي على التوب فيو. طب ايه هو الشورت كات بتاع المينيمايز والماكسمايز؟ الت دبليو، ماكسمايز، الت دبليو، مينيمايز. طيب اما هنا فانا لازم اقف على الفيو بورت لو هشتغل من هنا. طب ايه هو الشورت كات الخاص بالزوم اكستنت؟ نسينا نقولها، هو حرف الزد. تمام، ده الفيو بورت واحد. طيب بعد كده هلاقي في عندي البان. ايه هو البان؟ اللي هو لو انا ضغطت على السكرول بتاعي وبدأت اتحرك فيه، فانا هنا بحرك الفيو بورت الخاص بيا، بتحرك جواه. تمام، طيب من فين اقدر اجيبه؟ مجرد ان انا بضغط على السكرول بتاعي بيبدأ يبان. هلاقي هنا في الاوربت. ايه هو الاوربت؟ هو الروتيت. طب روتيت لمين؟ قال لي روتيت للفيو بورت ولا روتيت للاوبجكت؟ لا انا هنا قلنا اتفقنا ان احنا شغالين في الايه، فيو بورت ديسبلاي، يبقى انا شغاله هنا انا بعمل روتيشن او روتيت للفيو بورت. طيب لو انا مش عايزه اشتغل بالاوربت، لا انا ممكن اشتغل الشورت كات بتاعي خاص، بضغط على الت مع سكرول وابدا الف، يبقى الت كيبورد من الكيبورد مع السكرول وابدا الف في الفيو بورت حوالين الاوبجكت بتاعي. هلاقي كمان لو ضغطنا تحت كل جزء عندي هنا هلاقي في مجموعه من الايكونز. طب لو انا هنا هلاقي في عندي تحت البان هلاقي علامتين فيتس كده، هلاقي فيها اللي هي ووك ثرو. ايه هو الووك ثرو؟ جوه الفي بورت، ان انا ببقى واقفه في الفي بورت وببدا اتحرك. بعمل ايه هنا؟ هنا كان بيعتبر ان في هيومن واقف او شخص واقف وبيبدا يتحرك، بيبص بعينه يمين وشمال. طيب ده كده مجموعه من الايكونز اللي موجوده الخاصه بالفيو بورت اللي عندي. تمام، احنا في الكورس هناخد ايه، او ايه هي الستبس اللي هنمشي بيها. اولا ده كورس 3D Max معماري، يعني الاساس بتاعنا هيكون ان احنا نعرف ازاي نعمل موديل او موديلنج، سواء كان انتيرير او اكستيرير. طيب ايه هي المراحل اللي بنمشي بيها؟ اولا هلاقي هنا الستبس اللي هنمشي بيها. اول حاجه، اول ستب عندي هتكون الموديلنج، بتكون بال2D شيبس اللي هي زي اللاينز والاس بي لاينز. بعد كده هنعرف ال3D اوبجكتس الجيومتري، بعدين الاديت بول بولي، وده هو الـ بيبقى النوع الثالث، وده بيبقى مجرد او الخاص بال3D ماكس. ده بيبقى عبارة عن شبه الصلصال، بيبقى شبه الصلصال، بقدر بيبقى سهل التحكم فيه وسهل التشكيل ومرن، بيبقى شديد المرونة. من بقدر احول من 2D، لازم عشان اوصل له لازم احول من 2D ل3D ومن 3D لإديت بول بولي، وال3D اوبجكت ممكن احوله على طول للإديت بولي. طيب تاني مرحلة بعملها هي الماتيريالز. طبعا من اول الماتيريالز بنبدا فيري ماتيريالز. فيري اولا بتبقى مابينج، هي بتبقى جاست كلرز بس بحط الوان. بعد كده بتبقى التكستشر. التكستشر دي هي ان انا بقدر افرق الخامه اللي انا بشتغل بيها، هي هل كانت ازاز ولا بلاستيك ولا ماربل ولا جلد، ولا هيكون ايه نوع الماتيريال اللي انا هشتغلها، ناعم خشن. بعد كده المرحله اللي بعدها بتبقى اللايتنج، الإضاءة بتاعتي بتبقى برضو شغالة بالفيري. هنشتغل عليها انتيرير زي الـ IES وهو الـ Spotlight، V-Ray Light اللي هي الإضاءة العادية اللي في جوا أي مبنى. بعد كده الـ Exterior عندي الـ V-Ray Sun والـ Ambient Light. المرحلة الرابعة بنخش على مرحلة الكاميرا الـ V-Ray، ودي عبارة عن Professional كاميرا. بعد كده بنوصل لاخر مراحل الموديل او ان انا اخلص البروجكت بتاعي، وهو الريندر، برضو بيبقى في ري اللي هي مرحله السيف از. طيب هلاقي هنا الترتيب عندي ترتيب منطقي متسلسل زي الطبيعه، ان انا فعلا اول حاجه بنشئ المبنى بتاعي وببنيه، بعد كده بشطبه، بعد كده بنحط الاضاءه. في وقت التشطيب بيبقى الاضاءه،
بعد كده ببدأ اختار الشوتس اللي انا هخرج بيها المشهد بتاعي ده، بس عشان معلومة ان انا اقدر افتكر بيها الموديل بتاعي او الستبس اللي انا همشي عليها. طيب بعد كده اخر حاجة قلنا عليها مرحلة الريندر اللي هي الفي ري، اللي هي مرحلة السيف از. ايه هو الريندر؟ هي بتبقى عبارة عن سيتنجز اللي هي بتعالج اي حاجة خاصة بالفي ري، او بتعالج اللايتنج والماتيريالز اللي انا حطيتها علشان تخرج لي الصورة النهائية للشوتس اللي انا اخترتها. بعد كده هنتعرف ازاي اقدر افتح فايل واظبطه قبل ما اشتغل عليه، سواء كان من كان اليونتس بتاعتي او ان انا اعمل باك اب للفايل واوتو سيف. هنشوف ازاي اقدر اعمل السيتنجز دي من برنامج 3D Max.